كلام يا صاحبي. اهلا يا هلا يا شهيد. ها شهيد انصفيني انصفيني حسونه. سوزي حنين اروى ارحب، مو بهذا كلامي قلت البث الساعه واحده سبت. انا بس جيت بثبت رغم انشغالي رغم ظروفي رغم الاشياء اللي قاعد الضغط انجوله اشهد ارجوك مدهال المحزن المليان اشهد اس ايه ها انصفوني. انا اريد الانصاف فقط، انا اريد الانصاف لا اريد شيء غيره. انصفني غيب دولولا في سلوم العشق تبقى قريب ما في غريبة مات العين الأبخيطة. نريد الإنصاف اللي حضروا اليوم أنا عادكم. يلا يا تهل الهواء رونا مهيش أرجوك أحمد أنصفني. الحيوخ زي الله يجيك سجل محتاج سجل محتاج سجل صافيش كيف صافيش صافي وين اللي يقول له ما تبث يا كلب يا حيوان يا حقير. القعدة الطرقة العشقة ما هذا ليمة شكلك مسخن شوي انقطع الرسالة لا تهتم أخذ من اسمك نصيب. يا رايات أهل الهواء وين بتروح؟ والله يا الربع كنت جالس مع الشباب في بيشة قابلت الأصدقاء خلت نحن هرجة ودرجة رايح الدير رجعنا ليه مينا كان بدينا. أنا حاط بث حفوف راجلت غلط أنا السوري هنا قلت بهاج أنت غلط قلت بك هنا بهاج غلط قلت بك هنا غلط قلت هنا غلط وش عادة الطريقة الصحيحة مكانك ديك انت معت داني السيارة كيف الطريقة؟ أقصد بث السيارة والله على حسب يا شرفت قهوة اليوم لأن مطقت شب لين طقع المخ
مروق انا ابي والله والله اشرب الحين قهوه ايش مزاج والله صح قاعد تقول شيء صح مزاج بكل شيء يحيى عمر قال قف يا زي من اللي بيمشرب عيال اللي بيمشرب عيال يسجل طلبه احترفت بالياط يا ابن الحلال والله دق علي العيال قال تعال انا في المحل النية وجيت قاعد تدعد ولا امزح مع ذا واشطح على ذا قف يا زين اي تي اي تي عيال مو بعشتنا مو بحلو اللي هو السلام عليكم كيف حالك عطني اسبريسو إيه ما في دبل شيل قهوه سوي كذا شيل 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 كله قهوه يبغى زيادة دبل قام يا عيني دبل يا الأمير الأخلاق وصل ترى لا أنزل أسطرك مو بذنبي إذا أنا قادح يمان قال الهند بودقلاي شو اسمه شو ده أمحاك اسمع ايش تبغى الله يديم النعمه شكلك تلبث ترى ما نفسي لك عليها يعني لا تقعد تتشرط علي ارسل لك واحد يجيك في الامارات يتوطى في بطنك ما في بلاش لازم فلوس كم فلوس اسمع اخر يتقهوى هل نحن هنا تقهوى واسكت ما انت مبروك انت منحوسه انت خنب لا شيخ بس نثرن عليك خلاص بالهموم
وضوعي النحيفة حبي أسوء حسائر اشتفيت الحسائر والقدر موسيقى القدر وفيني الوصاير حال من دون شوف حقا حبيبي أرحب بطا 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 ستاند هذا كان مذبط صح وانكسر بالحين يعني قاعد يمشي بالحظ منكسر أنا وين رايح؟ والله ما ادري وش كسره منكسره الله يلعن ابو السكاكة انت ليه ما تتوظف في التحقيق؟ ها ليه يعني مكانك قرقر زيادة ليه وماذا فعلت والساعة كم والدقيقة بمحبة لا تقول وهل تسمعني؟ نعم أسمع عن بعض البشر يعد برجود ما كل هل ينتحق الإجابة وإذا نشب العقرة هل هو مجهود عن الوحل ما تسمو ولا السحابة الرد ممكن ينقصك ممكن يزود والصمت بعض أحيان حكمة ومهابة وشيبة الغربة منه تنعك حشود دام الأسد صامت وكل من يهابة وكذا بحوق الأنان ما تقول أبقى يا مشكال ما حيدي يا با دامني التفر وعندي مهكور طويل وافي ورقابه السنور ولا الردي ينبح ومحد الدرابه والعيب من راعيه ما هو بمقدور عد علي انزله واحسب حساب انا طويل وافي ورقابه
يصلي لقوا بحر تعود والجمر دون تهرب الترابه اود ممكن ينقص انت بيزار بعض احيان حكمه وغابه جبت لو كان عقب شهود لم الاسد صامت وقلل يا ماما مرجوع ما كنا هرج ينتحق الإجابة وإذا نشب للعقرب ومقعود عن الوحل ما تسمو إلا السحابة وعن بعض الفجر ما كنا هرج ينتحق الإجابة وإذا نشب للعاقرة بل ومقبول عن الوحل ما تسمو إلا السحابة رد ممكن ينقصك وإنت في زود وصمت بعض أحيان حكمة ومهابة وشيمة الغرب كان عقح شود أنا خوي الوافي ورقابه سلوم ولا الردي ينبحو محد الدرابة والعيب من راعيه ما هو بمنقول عيب علي انزل واحسب حسابه أنا خوي الوافي ورقابه سلوم ولا الردي ينبح ومحدا والعيب من راعيه ما هو بمنقول عيب علي انزل واحسب حسابه قولوا له الخير لا شد له سود احسن يرقى وطول صحابه العود الاصيل يدور باحل تعود والجمر دون اهلين رب الترابة رد ممكن ينقصك وانت في دور بعض احيانك نوم هذا شلة الغربة لو كان عقب شروط متحدد قابض وقلل يا ماما لو أقول لك إن قلبي قد نسي حبك عتزعل حلو يا الله يا حبيبي لملم عذارك ورحال لو أقول لك إن قلبي قد نسي حبك عتزعل
حلو يا الله يا حبيبي لملم عذارك ورحال نسيتك أنت تتهم أو على قلبك ما شاء الله أنت لا تشتك وترحم يا لطيف تمثيل جواوة يا لطيف تمثيل جساوة لو أقول لك أن قلبي قد نسي حبك عزعل حلو يا الله يا حبيبي أمي مع ذلك ورحال رد قلبي بس تسلم كثر الله ألف خيرك قلبي يلي فيك مغرم شايح بألف غيرك رد قلبي بس تسلم كثر الله ألف خيرك قلبي يلي فيك مغرم شايح بألف وريا خلي ثاني روحي بالغرام يا أناني رد قلبي بالسلامة رد قلبي بالسلامة لو أقول لك إن قلبي قد نسي حبك عتزعل حلو يا الله يا حبيبي لملم عذارك وارحال يا عيال ألعن أم الجو ألعن والده والد الجو أشهد بالله أني من سالحك والله لولا الملامة من اخواني لا اعيش معها وعمري لها ثاني سوى يستر احوالي فرذا سقتني المواده بالاحزاني واليوم بعد المواده كان اساني جارك الله يا ذا القاسي القاسي قتمي المواده خليني امشيكم بالباطن لبيه يا حبيبي خليني استانس نمر بعدين سوالف يا عيال سوالف تحديات بعدين مو بالحين بلا احزاني وردة سقتني المواده بالاحزان جارك الله يا ذا القاسي سقتني المواده بالاحزان يا عيال دقيقه هذا تضليل كذا
بالاحزاني وردة سقتني المواده واليوم بعد المواده تناساني تناساني اوه انا بالهوى شباب الديره اللي يتابع بثي او احد صاحي يتابع بثي انا فرط الديره قابلتني خل السولة حواجب كذا حتى بوري لا تدق بوري كذا نفسي يزاك ما فيني كذا الحال طيب ابي افر ابي افر فلان كذا اوكي يلا الله يحييك ليه متكبر؟ متكبر ماني متكبر اكل دونات حلوه دي لطيفه انا اقول الدير يا حبيبي نايمين ما حد حولك اطيب قلب اطيب قلب في الجماعه تعلمت انا منه تعلمت انا منه البر احنا شهود الله في ارضه جتها وظايف جت طبعا ما عندها الا اخت واحده تزوجت وراحت للحسن ابوه ميت اخوه الثاني متوظف في الرياض هو موجود كنا سامرين هذه المقبره بحط فيها في يوم من الايام وسوي حاسب عن كلام هذه المقبره على يساري يعني. كنا سامرين قبل 5 سنوات هنا المكان هنا في الطعس كان معي كنا نلعب ورقه كنت وقتها ابث باراسكوب وروح ابث انا كان هذاك موقع يعرضون علي الجماعه يا لعن ابو ذا الورع السربوت تذكروني اللي كنت تعرضون علي مني انا ابو ذا الورع السربوت اللي لا تمرجل ولا راح توظف ما غير ترد الجوالات في ذا الطعوس سكير نكير نكير ملعون جدف ادري يمكن حتى ما تقدر تقولها بوجهي بس ادري انها كانت كذا نظرتك لي كنت جالس انا والرجل هذا قلت لك فاجلس معي جسمي قال ما اقدر الساعه بتجي 10 كل الساعه 10 انا لازم اروح لامي افرك رجليها لين ترقد يوم قالها يا عيال احنا شهود الله في ارضه يوم قالها كذا جاني لحظه ملعنت والدي كنا جاني كف ملعون والدي ضاع عاينت فيه راح كل ما سمرنا الساعة 10 أنا بروح لأمي أمي أنا ما عندي لأمي أنا بروح لأمي ما عندها إلا بقرة وثلاث ظني من المعزة وثنتين من الطعام وعايشين في الطرف الحارة ناس دقيقة ربها واعي طيركم يا إن كان رد علي هذا هو من هنا السلام عليكم لونك راقد لا والله ماني براقد شلونك يا حبيبي والله يطول عمرك ابشرك بخير اطلع عند الحوش مرحبا بكم والله الله يبقيك يا حبيبي ماني ترى ماني بسامن مغرب اسلم عليك وبمشي تمام بسولف معي شوي والله العظيم اني انت اطلع وعلمك يلا هذا وانا رايح له هذا من الناس اللي أنا أتعلم منه الله يكتب أجر اللهم آمين أتعلم منه الشيء الكثير الشيء اللي يغليني عند نفسي هذاك هو بيته اللي ذي الجبل دائما اصورها
الكرم اللي منقوله البساطة جناب الدمث حياة الطيبين هذا هو البقى يدق عليه هذا يا عيال البهاج بيجيني تلعبون معي ورقة أريال هذا اللي باقي عندهم الأريال لذا الحين أرحب يا أبو حمد أرحب يا أبو حمد يلا حيه طيب. كيف الحال؟ كيف حالك؟ شو علومه؟ والله بخير ساك طيب أرحب يا أبو حميد أرحب شو العلوم؟ الله يسلم ساك بخير طيب بشرني عنك كيف حالك؟ شو حال أبو حمد؟ علومه ساك بخير قاطنا يا أبو حمد يا ربي يطول عمرك كيف الحال؟ والله بخير ساك بخير علومه بشرني عنك أبشرك ساك طيب الله يسلم يطول عمرك يا مرحبا والله يا أبو حمد الله يجزيك كيف الحال؟ الله يسلم البارح في الاستراحة فجأة كذا ولد أقول يا ولد ما في الحمد لله قسم والله دز أبو حمد أمي الحالة هنا ما ترقى لين أجي سرت بدري يا إي والله شو العلوم؟ والله بخير وش علومك ما طلعت مكان اليوم والله أنا هنا في البيت سامر مع أمي هنا أبشرك الحمد لله نشكره روح ولا جاي إي والله روح ولا جاي قضيت غرض رمضان على طول أبشرك أسأل كله؟ إي والله وأنت قضيتوها؟ على طول متى تقضيتها؟ اليوم العصر أسألك كله؟ رايح أنا أمي قضيناها وجينا بيشة ولا الثنين؟ لا والله بيشة ما شاء الله الحمد لله نشكره إي والله الحمد لله نشكره ذبيحة شريتهم؟ ها؟ الذبيحة إي والله أبشرك شريتها والله كم قضيتها؟ والله خليتها ب 1300 والله ما ادري والله نقص لي من ال 50 20 يقول حق الصراخه حق منين خذيتها؟ ها؟ من سوق الجمعه اسولك بالله اي والله والله خوي والله باقي ما شريت انا الذبح والله العظيم والله انا والله جاي يا اخوك اي والله انا اخبار روحه جايه والله ابد يا ابو محمد لا راحات رجعت عني هنا ذا البيت مع امي هنا ونحمد الله عندك لبن اي أيوة والله بشغله باللبن الحين فيه اي أيوة والله عطني كاس على خشمي بشرب السعد ليش طبعا هذا اخوه متوفي الله يرحمه كان له اخ كان هو اللي شايل الدنيا خذها الله سبحانه توظف زينت امور توفى الله يرحمه تقريبا قبل هو اللي شرى البقرة دي لأمه يمكن قبل 6 سنوات المادية صعبة كان يقول يوم مدسم بيع البقرة دي قالت لا خلوها حليبها متصدق به متصدق به لولدي كان دائما يتصدقون دائما يكلمون تبون لبن حليب في أقول ما إذا عندك مالي شف بس كذا بينسل عده حليب قال لي يلا موجود متوظفوا لا والله مو متوظف لا يا اخي انا ما بيك طب البث ارجع سلمت بيض الله شاشة عرفت البارد يحب قلبك يا شيخ الله يبيض معاه زبدة ومعاه وكل شيء كثر خيرك خيرك أبو محمد تستاهل والله يا مرحب والله يا أبو محمد يا أخي قلت خليني أسولف هنا يا أخي دق على الخزان والله أي والله على الخزان أي الحرم خليني أجيب فرشة ومركة أسوي برة شاي مع اللبن مع اللبن كان ودك لا والله لا تسوي لي برة يخلط جنس هذا لا والله لا والله ما بي بس لا مانع والله ودي انت انا احبك اجي اسمعك يا محمد والله والله انا اجي اسمعك 10 دقائق وروح اجلس مرحبا بك روح اجي فرشة ومركة نسولف انا وياك ما عندي مشكله بس ما عندك كيف فاضي والله فاضي ابو محمد ها انا اجي ودنا جلسة مصالح اي والله خليها على الخزان انا اجي فرشة ومركة بس وحبتين قررت ما اذا ما تبي شاي نعم وفي سفنب عندي بجيب سفنب مع اللبن عشان يخلص صح سفنب ما ابي والله ما تبي سبلاب لا والله ما ابي سبلاب خلاص بجيب جيك لبن معي جيك لبن ايه كيفك باقي عندكم جيك لبن الحين تعمل بلاستيك ولا قزاز لا والله بلاستيك سلك بالله هذا الحين هذا الحين شغالين على بلاستيك قزاز ينكسر ما منه فايده اي والله صادق بلاستيك يطيح مع الجاشي مع الجاشي ها يا كبدي انت من الطي اخر واحد بالطيبين انت روح بس انت صلعتك دي يا لا لا عند البث بعد نوريكم ايه الاريال هذا الاريال تشوفونه ما ادري واضح ولا لا يبغى خلنا نتكي على الخزان نتكي يا ابو حمد ايش بقى على شوفك يا ابو حمد هذا الاريال
اللي دائما تعرف عندهم انت واخواني. انا ما سميتكم اخواني عبث، والله ما سميتكم اخواني عبث. تذكر ولا اللمبة هذا ولا لا يعرف لا جاكم ولا ودي اصد بالبث بس ما لازم اني لبي على الخزان يا حبيبي. ودك انت مشى عند مزرعتكم نشوف اذا تبي احط الفرشه. هذا من الانقياء. انا قد كتبت قد مره جيت ابي اصوره في بدايه شهرتي، في بدايه شهرتي، في بدايه عندي التاريخ وعندي كل شيء في بدايه الشهره. بس عيهو اسمع صوت القران في البيت في الصاله مشغلينه. شوف حتى الضحكة كاتبها وأصور وأقول السلام عليكم وأشكره بطريقتي ومدري ويش. هذا هو الضحكة باقي حاطها حق الأناثي. يا سلام عليك. قبل الطريقة ما تتصورونها. ما يصيد البيت. أبو حمد أنت هذا قران ايه شغله تاجب جمعه يا ابو جمعه لبن. لا والله ما بي كوب شا باقي تستعمل نسكافيه انت؟ لا ما تستخدم نسكافيه؟ حليب كافي. حليب كافي عاد مسنونك؟ لا والله ما بي لا حليب كافي ولا بي شيء. بس تعال يا زين الطبع المملوح. انا ودي على البث اقول يا ابو حمد انطلق تحدث بكل بساطه ولكن أدل لي جب. أنا شبعان منه وشبعان من سواليفه بس أبيكم أنتوا اللي تسمعوا السوالف. اللهم صل يا محمد يا رجلي. ابو حمد تراني فتحت بث. ايه الشبكه. ايه الله يبقيك يا ابو حمد. يا مرحبا بك والله يا ابو حميد. ايش رايك تبينا نفتح بث ولا ما تبينا نفتح؟ هلا افتح بث وفلها واستانس يا شيخ. انا ما ابي هذا النسناس البراد ذا. انا والله ما ودي اضيق عليك يا رجل. وش عندي يا رجل؟ وش الحال؟ والله بخير. وش علومك انت طيب؟ اي والله كيفكم؟ وش علومك؟ ابشرك بخير. مساك بخير. نحمد الله ونشكره. وين رحتوا اليوم؟ وين جيتوا؟ والله قمت العصر ودزيت انا وامي بيشه. ايوه رحنا اخذنا مقاضي للبيت. حلو. حقة رمضان وأذن المغرب وطلعنا جينا هني. رحت حلقت وعوت سمرت مع أمي عشيت أنا وياها. مزبوط. إي والله أبشرك. الحياة نفسها ما تغيرت معك. أبشرك. الأمور طيبة نحمد الله ونشكر. ما أنت وظيفة؟ والله يجيب الله خير يا أبو محمد. هذا الحين. وراجينا الله وإن شاء الله بيجي الخير إن شاء الله يا أبو محمد. يا عشرية قول على بعات العشريات يا أبو محمد. أنا بتأكينا
بالرزق على الله. الحمد لله على كل حال، ابشرك الامور طيبه ماشيه والحمد لله، ما دامنا بصحه وبخير نحمد الله ونشكره. وعلومكم والله علومي زينه عني، كنت في بيشه قلت عبد الله الشهراني وسعد الشهري ونعم والله واجد مو واجد النعم. يلا بنجي اسمح شوي، كان صدمت يوم كنت مو بنا ها كان كرتعت والله على طول كنت ولد قشط عيونك على طول ولد وش العلم كان كرتعت ما ادري ايش جاك ها يا ولد انا جالسين معه قبل كم يوم الامور طيبه ما ادري كان اختلفت وما ادري وش لا والله ونعم والله ونعم يستاهلون والله ايوه خليت معهم تعشيت هناك فنجان قهوه لا والله تعشيت في البيت والله تعشينا اليوم بدري تعشيت انا وامي وخالي او يا خال خاله راح راح الله يحفظه تعشينا مغرب ها مغرب والله انا مغرب والله العظيم اي والله امي عجلت بقى عشان خالي كيف خدمتكم لا ما له والله يستر لا والله مشكله كويسه اي والله الحمد لله امورها طيبه هذه احنا عندنا خدامه هي مثل تعبتي لا والله ما ادري ما شاء الله مع امي ما شاء الله تبارك الرحمن ها لا احنا معنا خدامه جايبينها عشان امي تخدمها لا ما ادري يلا انا اعطيها الباب وش اسوي ما نقدر ها؟ ما نقدر امي تقول ماني بصغير ماني بكبيره ماني في حاجه تعب مجازة يعني هي تبي كذا قلت كيف بس ولا تعرف تسوي شيء ولا تعرف ولا حاجه ولا حاجه ولا زينة؟ أقسم ظروف وسط هذه يوم جاتنا ما تعرف شيء بس أنا اللي علمتها علمتها كل شيء أنا علمتها بالطبخ وعلمتها بفطور أمي وغداها وعشاها صح. وعلاجها خلاص كل أمورها بشكل طيبة وذالحين ما شاء الله تبارك الرحمن فطورها وغداها وعشاها علاجاتها بشرك تعطيها بالوقت اللي محدد لها صباح لي وقهواتها أمك عندها موعد قريب ما في لا بعد العيد إن شاء الله والله أمي عندها موعد قريب بالرياض الرياض الله يشفيها ويشفي مرضانا مرضى مسلمين يا أنت وين بعد أنا في الرياض الرياضية التذاكر كيف تسوي بها أنا عن طريق أخذ أمر الركاب إيه من وين كيف أسويها من المستشفى اللي أراجع فيه في الرياض الجامع داري أنا نفسك أنت في الجامعي إيه ما في الجامعي في فيصل فيصل تأخذ عندهم ورقة تقرير بس التذاكر إن أنا أسويها في مكتب لا أسويها هنا في بيش إيه وين في المكاتب اللي برا حقت شو اسمه هذه مستشفى حق الملك عبد الله في العيادات الخارجية هذه يا ده أنت تتحمل إنك ترى عن أمك مستشفى أنا ما أتحمل يا بعد يهودي والله ما أتحمل أسبب مشاكل تنضغط أزعل يا ولد أذل وانفعل وأذل أتمشكل مع الدكتور يا الله بشك الحمد لله رب العالمين والله العظيم في راح نحمد الله نشكره خذ مواعيدها الإشاعة في جهة والتحليل في جهة وأنا أبغى أروح بهنا بالعربية ولا يدفع أحد أنا أدفع إيه نفس الكلام بس أنا أقصد يا ولد تزق معي أما يضربها إبرة يعورها ولا أشعة عشان كذا أمي دائما تقول ميدي ورع هي كذا تقول والله لعن والدك يا ولد بس أنا أذل أنا أمي تذل إني إيش أتهدى أنا والدكتور وأنا طقول ما عندي سالفة ماني متهدى منها بس إني يا ولد علمني بدق التفاصيل سوي بي كذا افعل كذا هذا الفوبيا اللي فيني امي الله يشفيها رجع ياخذون منها دم ما يطلع منها دم ما عاد ما حد هم يعورونها بالابره يا ولد تقول لهم يعصرونهم قربه ابن سعد والله يا ابو محمد هذا اللي انا مدني عشان كذا انا ما يعورون قلت يا ولد خلاص ما في دم خلاص خلوه تضغطها قدامي والله انها تعصر تبي العرق اللي يطلع فيه كل امي دمها ما عاد به دم يعني واجد خفيف العروق عندها عاد وش امك وش تعبانه فيه؟ ها؟ وش تعبانه فيه؟ هي عندها الريه تعبانه مويات؟ عندها غدد إيه؟ عندها غدد غدد الله يلحم بالغدة النايمه ولا الله يرحمها فعاله هي فيه تنتين غدد والله ما ادري ايش سماها ما اعرف الدكتور يقول حميدي كسلانه إيه؟ ونشيطه هي تنتين هي لعبت في كبدها ولعبت في الريه ايه نعم
وزودها باقي العظام بدها عاد على قلنا شيء هشاشه قويه محمويات ها والله تراجع بها في الغدد اللي في بيجه لا انا مراجعه في الرياض الحمد لله بشك امورها طيبه الحمد لله انا اشكر الحين الحمد لله رب العالمين احسن من اول الحمد لله عبد الله احمد الله ونشكره ادي لها هادي يا مزلح اي والله ما تفيد انا وياك والله يعز حكومتنا يا اخوك اعطتنا تذاكر ببلاش نحمد الله ونشكره رايحين الله يعزها ولا يعز عليها اقسم بيت الله وحمد اول ما رحت اول مره يوم وديتها الرياض والله انها ب 1600 رايح ب 1600 راجع عشان بس احط الكراسي اللي قدام عندهم انا ترى ما تعبت يا وائل اخو منير يا مرحبا والله والله يا مرحبا والله يا ابو محمد الله يستر عليك يا اخوك يا مرحبا والله يا ابو محمد يا مرحبا والله يا مرحبا بك والله يا ابو قلبي الله يعز الحكومة اي والله الله يعز عليها اشهد بالله انا جايها من اقصى قلبه ايش هو من شيء شفته يا اخوك حرام انها فكت العزمه ما يعلم بها ربي الله يعز عليها الله يسعدك يا مرحبا اجد لله الله يلعني نسيت ترى حتى جوالي بيطي في ذمك والله نسيت من صبح طحني وفاتح البث ايه اخو منير نعم يا اخو منير من يوم جيتك ها من يوم جيتك من يوم قابلتني على كل بن ايه اسالك بالله اي والله الله يلعنك مرحبا بك الله يا ابو محمد يا مرحبا والله مرحبا والله بمشاهدينا والاكرام مرحبا بكم والله مسهل الله يبقيك ونعم والله مرحبا بكم مرحبا بكم والله نعم يا اخو منير عليك زود يا ابو محمد طول والله العظيم من اشرك ما أنا قلت الحسا عند أختك. ليه ما تروح الحسا؟ يا حبيبي هو ما بلديتي. أبغى معزاي هنا. العجوز مستحيل تنقل عند بنتها. بيض هنا على الخزانة. والله مستحيل. مستحيل يا مثلا. والله مستحيل مرة. بنتها هناك يا. والله ما تبي. ما تبي لبيتها هي أول بيض. لأجل العصر أنا تكت هناك برا نيا. تقهوي. تضلالة. مدحت أصلا يا على معزانا. نروح نشوف المعزة. ها؟ نروح نشوف المعزة. للحين. ما تبع انا بخي اشتري مني تيوس عندك تيوس ايه اشتري يلا مشان يلا قره دي مين اللي عندكم قرتنا ايه؟ هذه نحترم منها واللي بين ابشرك والسمن من اللي شاريها ها من اللي شاريها شريتها ام بجيره بطول عمرها وقابلها هذه هي الاولى اول بقره عندكم ايه هذا من يوم شريتها من يوم حاتي تذكر حاتي الله ها انا كم لها الحين سنه ما شاء الله تبارك الرحمن عام 35 ايوه حول بتسوي منها سمن ايوه ها ايوه هذا من الشغل يا اخو انا رجيت عورني رجيت عورني يكد عضلي ما اي والله يا اخو كل ركبتي تعور ها وتصدقون بالحليب اي والله بشك الحمد لله اللبن اي والله بشك نبي لنا كشاف على كشاف يعاد جيبه هناك بس والله ما يبغى دخل على امي صحي ابشر بكشاف حق الجوال وصورتي انا اخوي الله يلبى قلبك اخوي احبك اخوي انا احب اخواني اي والله انا احب اخواني ده الله يسعده اللهم اللهم والله والله يا ابو محمد الله يبكيك يلا ساعه تبارك يا اخوي جاك ابو محمد تكي عاد على الفراش دق دق درق ها قاعد قال في الجوال العب بلوت انك تدق علي مرحبا يا ابو محمد الله يبكيك مسواك يطاح نور هني لا لا صبر طيب يلا استر عليك يا خاله يلا استر عليك يا اخو يعني كان هونيس الله يحفظه اخوك في الرياض هذا اللي تحبه اي والله اخوي الصغير ما عندك الا هو لا يا اخوي لازم لا لازم تحبه اكيد يا اخوي المحبه من الله سبحانه والله العظيم لازم الواحد ان يحبه عندك الا هو ما شاء الله هذه يعني والله بشك عن البرنيه تو ملقحها لو ما زال بلحب شغله بالسعد اللي بيعطيك منها يا ابو محمد جرب يطول عمرك كنتوا يعني هذه مزرعتكم اي هذه مزرعتكم يعني كم تقريبا فيها نخله؟ يا خمس نخلات بس ليمونه اي والله بشك وثلاث مطلع منها ما شاء الله برنيه وصفريه وصفريه خمس نخلات بس خمس نخلات وين نشجع الحمد لله على الخزان على
الخزانة أنا تكيت أنا وبنيه. ما شاء الله. هنا يا والعين في المعدة. بشوف. لا لا معك وأنا بداخل أنا. أنت بنت في ثوبك. توني بلقحة. الله يبيض وجهك. خمس بس. خمس. وبش كل ردي 30 مطلع. والمعزة كم 50؟ ها سواري. 10. وربي يبارك فيها أبشرك. 10 بس. يا والله أحمد الله لك 10 11 10 11 حولها. ظان فيه. لا ظان ما عنده. هذا معزة. ما شاء الله ذي معزاك بس ما شاء الله عنزم يحلبها الصبح لها وما داني دي. ايه كانت تشرب من الجهار وين الجهار خلينا نشوف انا جهار ما شاء الله أيوة. الله يبارك ربي يبارك فيها بس خلاص توخر الرحلة سأل الله يبارك العنق ما تبيعها لا ما فيه الا كان عاد مرة مضطري مضطري الله يعين إيه. التيوس كم التيوس حوالي 6 نشتري ما في مشكلة يا ابو تيوس لبانية حلوة حقة رمضان يلا حقة سمبوسة يا ابو حميد تعال تعال انت بايع ذا الحين وانت شاب اسمع راحت تعال ايه ولا لجينا على الخزان تبايعنا؟ ايه على الخزان الحين في حمل الخزان ماشي ما خلاص شوف انت انت تدري تذكر ان في الحين سالتك بالله لا تجاملني طرا معلك ولا بتسحب والله ان بيعت كنا وهي طيب منها جايني الساعه 1 في الليل ومشري مني 4 ايام منها ايه تذكر يوم جيتك يوم كنت ابيع واشري وطلع راسي كنت فقير وبعت وشريت ونجحت يوم كنت ابت على الطعس أيوة. يوم جيتك في الليل شريت منك 5 طليان 5 حرامك اثنتين ما ادري واحده في الليل محملها منها ايه تذكر اشهد بالله بارك الله فيها اي والله انا كنت دائما اروح على صديق المفلح كنت أنا وياه دائما أصدقاء نروح مع بعض نجمع بعض نبيع ونشري إذا رحنا للسوق ولا كسبنا وأنا ما بعد ذاك اليوم إيش يسوي هو يجي يشتري مني على طول أي والله وجي أنا إذا طقتنا الشمس ما حد شفنا شيء شرينا من بعض شرينا من بعض لجلنا ما نطفش عشان ما نطفش يقول أبشرك أنا هاخذ اللي عليها صورة عبد العزيز وأستاذ يلا أستاذ الزرقاء الحمد لله على كل حال يا أبو محمد هذا الحين بنت بايع أسلم كم عندك تيس؟ 6 6 تيوس طيب 3 منها كفو أما 3 لا والله أبو محمد لك عليها هذا الحب عذاب هذا جديد من كاتبه؟ والله يقول تدري من كاتبه كان عندنا هنا شعبية كفو الحب عذاب كان يحب واحد من الراعي البيت ده القديم والله كفو كم لها سنة طيب قبل مولد ما تبي تعترف انها انت ولا اخوك؟ لا والله اخوك اللي تحب يمكن اخوك كاتبها لك اخوي؟ إيه؟ لا اخوي ما يعذب الحب يا اخوي ما احب اخوي وانت؟ انا والله ما احب ما حبيت؟ والله ما حبيت الامر انا احب كلام ما نعرف انا احب يا اخوي والله ما نعرف طيب اسمع راح ارحبوا ارحب يا زين خفت نفسك علي الطلاق انك خفيف نفس يا ورح والله يا ابو عايض شوف الخزان بس تاكي اشهد انك خفيف نفسي يا سعد عشان الشوك مدي اسمع 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 طيب ايه اسمع راح التيس الواحد ب 400 جعل ابوك وابوي في الجنه ان شاء الله هو من يسمع السوق على 1000 على 1000 على 1000 ماخذ لي طلي ب 1300 وبقى من ال 50 20 30 450 لا جعل ابوك من فوق ال 1000 انت قصدك لا 450 ريال الله يجعل ابوك الجنة تعال قطط اكيد الله يرحم والديك بلين ريال الواحد لا كلها الستة الله يرحم والديك ساعتها مش ما في كيس عشير اللي يشري ب 75 2000 ولا 2 الستة بعطيك 2 اعطيها طيبها 2 2100 ليه يا